السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمتابعينا في دورة أدوات المعرفة والنكرة في اللغة الإنجليزية. انتهينا من أدوات النكرة، واليوم نواصل حديثنا الذي ابتدأناه في الدرس الرابع حول أداة المعرفة ذا. إذا الدرس الخامس هو تكملة للدرس الرابع. تكلمنا في الدرس الرابع عن 6 استخدامات للأداة ذا. اليوم نكمل الحديث حول بقية الاستخدامات. الاستخدام السابع يقول لك استخدم ذا مع العقود. العقود يعني هو جمع عقد، والعقد هو 10 سنوات. يقول لك فلان، هذا الشاب مثلا، يقول لك في العقد الثالث من عمره، يعني في 30، لأنه كل عقد هو 10 سنوات. وبالإنجليزي بنسميها decades. Use the with decades، يعني استخدم ذا مع العقود. شو المقصود بالعقود؟ اللي هي زي ما قلنا 10 سنوات. الآن بتلاحظوا أحيانا بنقول he was born in the 70s. In the 70s المقصود فيها مش 1970، لا، في السبعينات من القرن العشرين مثلا. فعندما نقول يعني في السبعينات، عندك من 70 ل 79، معناته هاي كلها يعني 70 71 72 حتى 79، هاي بنسميها في السبعينات. الثمانينات من 80 81 82 وهكذا. فلما انت مش عارف متى ولد مثلا 1975 ولا 74 او 79 أو 71، فأنت بتقول هو ولد في السبعينات من القرن العشرين. فكيف بتعبر عن ذلك؟ بتقول he was born in the 70s of the 20th century مثلا، إذا بتكمل العبارة. إذا 70s لازم نستخدم معها ذا. ليش؟ لأنه ما بنحكي عن 70، لا، بنحكي عن عقد 70 اللي هو من 70 حتى 79. بالكتابة بنعبر عنها بالشكل هذا، يعني إذا شفت 1970 لوحدها معناته 1970، لكن إذا شفت فاصل وإس يعني سبعينات. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية، she lived in the 1820s. 20s لاحظ، يعني هي عاشت في العشرينات من القرن التاسع عشر. فالعشرينات يعني مش 1920، لا، في العشرينات. هاي يعني معلومة حلوة نعرفها، انه الفاصلة مع الاس تعطيني عشرينات، مش يعني العقد العشرين كله. نفس الشيء بنقول in the 50s. In the 50s يعني بالخمسينات there were no computers، لم يكن هناك يعني كمبيوترات. فإذا هذا الاستخدام هو انه بنستخدم ذا مع العقد، يعني 70s 80s 60s 50s 20s وهكذا. ان شاء الله يكون واضح. الاستخدام الثامن هو بقول لك استخدم ذا قبل الاماكن الجغرافيه. شو يعني الاماكن الجغرافيه؟ راح نشوف اسماء الانهار، سلاسل الجبال، مجموعه الجزر، اسماء القنوات، طبعا مش القنوات الفضائيه، القنوات البحريه، واسماء المحيطات. هاي الأماكن يعني أو الأشياء الجغرافية بنستخدم معها ذا. Use the with the names of geographical areas, rivers, mountain ranges. خلينا نوقف عند هاي. إذا ما بنستخدم يعني ما بنتكلم عن الجبال، أسماء الجبال، لا، لازم يكون سلاسل الجبال، زي سلاسل جبال الأنديز والروكيز وما إلى ذلك. A group of islands، أيضا ما بنتكلم عن اسم جزيرة، لا، تكلم عن مجموعة من الجزر أو سلسلة من الجزر بسموها أرخبيل. القنوات، أسماء القنوات زي قناة السويس، قناة بنما. المحيطات، المحيط الأطلسي والهادي والهندي وما إلى ذلك. هاي لازم نستخدم قبل هذا. يعني مثلا مناطق الجغرافية اللي سميناها جغرافيا، مثلا ذا ميدل إيست. ذا ميدل إيست، ما نقولش ميدل إيست، لا، ذا ميدل إيست، الشرق الأوسط، أو ذا ويست الغرب، أو ذا إيست الشرق، يعني كمنطقة جغرافية. The Middle East is a very important area. إذا هذا مثال على الجيوغرافيكال areas. مثال على الأنهار ممكن نأخذ نهر النيل.
The longest river in the world is the Nile. هذا حطيت بين قوسين، ممكن تقول the river Nile أو the Nile، يجوز الوجهان. نفس الشيء بالنسبة للمحيطات. Our ship crossed the Atlantic. لوحدها هنا كافية، يعني الأطلسي أو the Atlantic Ocean in 7 days. إذا أسماء المحيطات ممكن نقول the Pacific أو the Pacific Ocean، يعني المحيط الهادي. The Rocky Mountains، هاي سلسلة جبال الروكي، فسلسلة جبال منقول the Rocky Mountains، المقصود فيها ranges، ranges يعني سلسلة. The Suez Canal يعني قناة السويس، أو the Panama Canal is very important to Egypt. أسماء إذن القنوات بحرية. The Canary Islands يعني جزر كناري، هي أكثر من جزيرة، هي مجموعة من الجزر، a group of islands. إذن نستخدم the قبلها. إذن هذا هو الاستخدام الثامن، إن شاء الله يكون واضح. The Eiffel Tower، Eiffel Tower يعني منظر جميل، هو برج إيفل. برج إيفل شو علاقته بالموضوع؟ ولك استخدم ذا قبل أسماء البنايات المشهورة والأعمال الفنية المشهورة والمتاحف والأبراج. يا سلام، معلومة حلوة. Use the with the names of famous buildings, works of art, museums and towers. يعني استخدم ذا مع أسماء، مع البنايات المشهورة أو الأعمال الفنية المشهورة أيضا، والمتاحف والأبراج. Have you been to the Empire State Building؟ يعني سبق أنك كنت، هل سبق لك أن يعني زرت الـ Empire State؟ هذه من البنايات المشهورة وناطحات السحاب المشهورة في أمريكا. فملاحظين استخدمنا قبل هذا. We went to the Louvre، اللي هو متحف اللوفر، and saw the Mona Lisa. الموناليزا لاحظتوا اسم عمل فني، حطينا ذا. لوفر اسم متحف، حطينا ذا. I would like to visit the Eiffel Tower. The Eiffel Tower اللي هو برج إيفل. وعندنا أيضا في دبي the برج خليفة، بسموها the برج أو خليفة تاور. The برج خليفة، الويكيبيديا يستخدم برج خليفة is very famous. ذا لاحظتوا ذا، إذا قبل أسماء الأبراج، قبل أسماء المتاحف، الأعمال الفنية والبنايات المشهورة. استخدم ذا قبل أسماء العائلات. إحنا بنعرف إنه إذا قلنا the Smith is my friend غلط، ذا علي is a doctor غلط، لأنه مع أسماء الأشخاص ما بنستخدم ذا، لاحظتوا حطيت إكس عليها. لكن أسماء العائلات ممكن نضع يعني قبل هذا، يعني مستر سميث اند مسز سميث were shopping last night. يعني بدل ما تقول السيد سميث والسيدة سميث كانوا يتسوقون الليلة الماضية، بقول ذا سميثس، ذا سميثس. خليني اعملها كابيتال بس، لانه لازم تكون كابيتال، انه هذا اسم علم، اسماء العلم لازم تكون كابيتال. ذا سميثس were shopping last night. اذا قلنا مستر سميث يعني بتكلم عن الزوج، مسز سميث الزوجة، لكن إذا بتكلم عن اثنين، اسم الزوجة والزوج والزوجة، نقول the Smiths. أيضا العائلات بشكل عام ممكن نقول يعني we were having dinner with the Smiths tonight. We are having dinner with the Smiths tonight. أو the Browns. The Browns يعني عائلة براون are going to the sorry. To play with us. شيل ذا. لاحظتوا يا جماعة إنه يعني لما أقول the Browns أو the Smiths أو the الخطيبز أو the الغامدز، يعني ما بتكلم عن شخص وإنما بتكلم عن عائلة. إن شاء الله تكون هاي واضحة. The Pharmacy شو علاقتها بالموضوع؟ هذا يقودنا للاستخدام رقم 12 قبل الأماكن الخدمية. الخدمية يعني يقدم لها خدمات زي السوبر ماركت، زي الصيدلية، زي العيادة الدكتور، زي الملحمة أو القصاب أو اللحام. هاي بنستخدم أمامها ده.
بقول لك we use that before the names of shops or places where we go for services when they are the ones we usually go. عادة نروح له. We usually عادة نروح. I need to go to the supermarket. عادة نقول أنا بروح على السوبرماركت. يعني معروف اللي عادة بتروح عليه وتتسوق منه. I need to go to the pharmacy. الصيدلية اللي عادة بتروح عليها وتشتري أدوية. She went to the doctors. على فكرة هم بيستخدموا الأبوستروفي إس يعني بيختصروها أصلها the doctor's clinic أو the doctor's office بعضهم بقول. أو I go to the butchers. Butchers خاصة للبريطانيين ما بيكملوها ما بقولوا the butcher's shop every month أو the doctor's clinic. لا لا يعني هي مفهومة إذا قال the doctors بالأبوستروفي يعني هو رايح على عيادة الدكتور. The butchers يعني رايح على حانوت أو دكان القصاب أو اللحام مفهومة. لذلك هاي بدنا ننتبه لها بنستخدم معها the doctors the butchers أيضا زي ما قلنا the supermarket و the pharmacy. هيك بنكون يعني انتهينا من استخدامات الأداة التعريف the. والدرس القادم راح يكون مهم أيضا لأنه رايحين نتكلم عن متى يعني يجب أن لا نستخدم ذا يعني ممنوع استخدام ذا في مواقف معينة. هذه طبعا عناوين للتواصل وإن شاء الله يعني إذا بتشوفوا هذا الفيديو لأول مرة إن شاء الله أنكم تشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل جديد. بهذا نأتي إلى نهاية الدرس الخامس. هذا خالد الخطيب يحييكم وإلى اللقاء في الدرس السادس بعون الله.